السلام عليكم، كيف حالكم؟ سيرا جيمرز، لما عندنا فيديو جديد من سلسلة توقعات تقاط لاعبين في فيفا 17. عندنا في هذه الحلقة الفريق اللي هو باريس سان جيرمان، أكثر كومنت جاء عليه لايكات اللي هو باريس سان جيرمان، فحبيت إني أنزله لكم. فيلا خلينا نبدأ على طول. عندنا أول لاعب في هذه الحلقة واللي هو أنخيل دي ماريا. أتوقع أن دي ماريا راح يعني راح ترتفع طاقته لل 87. بصراحة قدم موسم أسطوري مع باريس سان جيرمان، يعني أكثر من صنع أهداف في الدوري الفرنسي، وطبعا نزل له أبجريد، يعني كان كام 85 صار آر دبليو و86. فأتوقع أن طاقته راح ترتفع للشكل التالي: السرعة 89، الشوت 82، والباصات 85، دربل 89 يرتفع 3 بيكون شيء جدا جدا ممتاز، والدفاع 50، والفيزيكال 73 بيكون شيء جدا ممتاز. واشوف انها بطاقة راح تكون اسطورية، خاصة انه في الدوري الفرنسي ما في مين تبني عليه تشكيلة، يعني اجنحة، ما في اجنحة كويسة ابدا الا في باريس سان جيرمان عندك دي ماريا. فيلا خلينا ننتقل على اللاعب اللي بعده على طول. عندنا اللاعب اللي بعده على طول اللي هو اديسون كافاني. اتوقع ان كافاني قدم او لا انه يعني راح ترتفع ضغطه ل 86. بصراحه قدم موسم اسطوري مع باريس سان جيرمان، حتى بوجود ابراهيموفيتش مقدم موسم خرافي، واتوقع ان طاقته المفروض يرفعوها ل 86 مثل ما كان فيفا 15. فاشوف ان طاقته راح ترتفع، السرعه 1، الشوت 2، ويرتفع الباصات 2، الدربل 1، والدفاع والفيزيكال على الحال، بتكون بطاقته جدا كويس، خاصه انه في الراسيات جدا جدا ممتاز، واللونج شوت عنده جدا جدا كويس. طيب هذا بالنسبة لثاني لاعب عندنا اللي هو كافاني. طيب ننتقل على اللاعب اللي بعده واللي هو كريكوفياك، المنتقل حديثا عفوا باريس سان جيرمان. اتوقع ان طاقة كريكوفياك تقريبا اسمه راح ترتفع الى 83، من 82 ل 83. قدم موسم اسطوري مع اشبيليا ومع منتخب بولندا في اليورو، فاشوف ان طاقته تستحق 83. الدفاع يرتفع 1 اهم شيء، والسرعة 1، الباصات ترتفع ل 74، وباقي الطاقات ممكن يظل على حالها الا الدربل ممكن يرفعوه 2، يعني ال 64 بيكون شيء جدا ممتاز. فاشوف انه لو ارتفع لل 83 بيكون شيء جدا جدا اسطوري. طيب ننتقل على اللاعب اللي بعده على طول واللي هو حاتم بن عرفة. طبعا لاعب جدا ممتاز مع نيس هذا الموسم، من احسن اللاعبين في الدوري الفرنسي هذا الموسم. طبعا نزل له نسخه ابجريد من 79 ل 81، صار يلعب كام، فبطاقته جدا جدا اسطوريه. واللي يميز هذا اللاعب انه 5 نجوم مهارات، يعني بالملعب خفيف، تحركاته خفيفه، اي شيء ممكن تسويه فيه، عنده شوط، سرعه، مراوغات، دربل، شيء جدا ممتاز في النسخه 81. فاتوقع ان طاقته راح ترتفع لل 83 بيكون شيء جدا جدا اسطوري. السرعة بترتفع ل 83، شوت 82، باصات 83، دربل 88، دفاع 42، وفيزيكال 77. طبعا الدفاع ارتفع بالنسخة الابجريد لل 40 من 35 لل 40، فاتوقع انه راح يرتفع لل 42، والفيزيكال ارتفع بشكل كبير، فعشان كده بتستغربون في الطاقات انها ارتفعت بشكل كبير لانه نزلوا ابجريد. فاشوف انه جدا ممتاز، لو كان 83 و5 نجوم مهارات بيكون شيء جدا اسطوري جوات الملعب، فاتمنى انهم يرفعوا لل 83. طيب ننتقل على اللاعب اللي بعده على طول اللي هو بليس ماتويدي. اشوف انه ماتويدي قدم موسم كويس مع باريس سان جيرمان، يستاهل 84، وقدم اداء يعني مقبول نوعا ما في اليورو، مع انه ما قدم ذاك الاداء الاسطوري، لكن اشوف ان طاقته راح بتظل على حالها 84، ما عدا الدفاع بينقص 1، والفيزيكال بيرتفع 1، والطاقات الباقيه يعني بتظل على حالها، فاشوف انه بيكون شيء جدا جدا ممتاز. يلا ننتقل على اللاعب اللي بعده على طول اللي هو دافيد لويس. دافيد لويس صراحة مقدم مواسم اسطورية مع باريس سان جيرمان، او موسم اسطوري، فاشوف انه يستاهل يرتفع لل 84، السرعة ترتفع 1، الشوط على حاله، الباصات على حالها، والدربل على حاله، واهم شيء الدفاع يرفعونه 1، والفيزيكال يرفعونه 2. فاشوف ان طاقته بتكون شيء جدا اسطوري، خاصة ان سرعته 74 بالنسبة للمدافع شيء جدا جدا ممتاز، لانه غالبية المدافعين تلاقي السرعة 70 69 شيء زي كده. فاشوف ان لو ان سرعته كانت 74 او 75 بيكون شيء جدا جدا ممتاز، جدا اسطوري، خاصة انه قدم موسم خرافي مع باريس سان جيرمان. فبس شباب، كنت وصلنا لهذا الفيديو، اتمنى الفيديو عجبكم. اذا عجبكم الفيديو لا تنسوا تدعموني بزر اللايك، واكتب لي رايك تحت في الكومنت، ولا تنسوا تقترح الفريق اللي في الحلقة الجاية. واتمنى ان تصميم البطايق الجديد عجبكم، لان هذا هو التصميم الرسمي اللي تم تسريبه، وحتى دافيد لويز نشر صورة له وهو موقع على البطاقة. فاتمنى الفيديو عجبكم، يلا اشوفكم على خير في الفيديوهات الجاية، في امان الله.